مشاهدينا الاعزاء اهلا وسهلا بيكم، يلا بينا على طول نبتدي رحله جديده وان شاء الله تبقى سعيده. كل واحد فينا بيدور دايما على السعاده في رحلته، ومفيش اسعد ان احنا نقضيها مع اقرب ناس لينا بنحبهم وبيحبونا، اسرتنا الحلوه. وعشان كده كل رحله معانا اسرتين بنحاول ان احنا نقضي وقت حلو مع بعض، نلعب بقى ونهزر، واحنا بنلعب واحنا بنهزر واحنا بنحكي حواديت واحنا بنتعلم حاجات كتيره قوي، بنتعلم ازاي نعرف نبقى اصحاب مع بعض، نعرف نقضي وقت حلو مع بعض ونتبسط مع بعض. النهارده معانا اسرتين حلوين جدا، يلا بينا على طول نتعرف عليهم ونبتدي رحلتنا معاهم ونقول اهلا وسهلا. ايوه كده حماس، ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. نبتدي على طول بقى بيميني ونقول ازاي حضرتك، عرفنا على نفسك قول لنا عندك كام سنه. انا مالك كسامه، عندي 8 years old. يا نهار ابيض، 8 years old بحالهم؟ ماشي اوكي، 8 يعني صح؟ ماشي. مالك اخوك الاكبر اسمه؟ اسمي تايم اسامه، عندي 11 سنه. 11 سنه؟ اوكي حلو قوي. ماما؟ سمر سعيد. سمر سعيد، تشتغلي حضرتك؟ لا، ام فاضله. ربنا معاكي. استاذ اسامه اكيد. اسامه. اكيد. حضرتك تشتغل ايه؟ مهندس. مهندس، مهندس ايه بقى؟ مهندس كهرباء. عارف يعني ايه مهندس كهرباء انت؟ لا. مش عارف بابا بيعمل ايه؟ ماشي هنتعرف. اعرف. اوكي. هنا بقى عندنا استاذ تايم تاني، صح كده؟ تايم عندك كام سنة؟ عندي 10 years old. 10 years old. 10 يعني. طب احنا عشان نبتدي ايه قبل ما نتلخبطش من أول حلقة كده، أنت تايم وأنت تايم، أنت بيدلعوك في البيت يقول لك إيه؟ تيمو. تيمو، وأنت؟ تيتو. تيتو، فاحنا عندنا تيمو وتيتو، حلو كده؟ هنتلخبط لخبطة إن شاء الله خير. أستاذة حلا هاني. حلا عامله ايه حلا؟ الحمد لله. انت مادمازيل بقى عندك كام سنه؟ 11. 11 يا روحي. اوكي مستعده لله؟ يس. ماشي ان شاء الله. ايه بالفوتو؟ ايه تشتغلي ايه؟ مخرجه. مخرجه؟ اوه. مخرجه ايه بقى بالظبط؟ ايه مخرجه برامج. مخرجه اي ودراما الاثنين معانا يعني. اهلا وسهلا زميله. طب لا، طب حاولي تتخلصي من التركيز في الاخراج خالص النهارده بالذات. اكيد انا جايه استمتع عشان تعرفي ايه تلعبي وتستمتعي. اوكي اوكي. انا نفسي بتخلص والله عشان العب يعني. يلا بينا. استاذ هاني وجيه. ايوه هاني وجيه. هاني وجيه شغال في مجال الكول سنتر مانجمنت. اوه الو يا عيني، مصدع انت طول الوقت صح؟ بتتكلم بقى في التليفون كتير في البيت برضو؟ لا خالص، ولا في البيت ولا في الشغل ولا اصلا. اوكي. هو ساعات بيسيب التليفون. ساعات بيسيب التليفون؟ ساعات بيسيب التليفون. طب ده خليني اقول لكم الرولز بتاعتنا النهارده، احنا عندنا قواعد في البرنامج ده لازم نلتزم بيها عشان نبتدي رحلتنا، ولازم تبقوا انتم متفقين معايا عليها يا استاذ هاني. اولهم ان احنا مفيش موبايلات خالص طول وقت الرحله، وطول وقت التصوير يا استاذه يا مخرجه، يعني حتى بعد ما بنقول كات ما بنمسكش الموبايلات، اوكي؟ فاهمين ده؟ لما بنلعب اي لعبه، اي لعبه من اللعب اللي عندنا اللي هنلعبها كتير قوي، بنرجع حاجات مكانها، احنا بنرتب مكاننا. بتعملوا كده في البيت ولا لا؟ هنعمل كده النهارده هنا، هنتعلم نلعب بقى النهارده ونرتب كمان حاجتنا، اوكي؟ عندكم للاطفال بقى الحلوين او للشباب بقى عشان انتوا مش اطفال قوي، عندكم وسائل مساعده. اولا في فقره الاسئله هسالكم اسئله وتبقوا انتوا اللي بتجاوبوا عليها، لو ما عرفتوش تجاوبوا ممكن تبقوا بتستدعوا ولي امر، وده يبقى احلى استدعاء ولي امر بقى يساعدوكم يعني، او ان انتوا هتغنوا واحنا هنستحمل، اوكي؟ ولغايه دلوقتي ده ما حصلش، بس ان شاء الله ايه هنشوف هيحصل النهارده ولا لا. اهم حاجه بقى عندنا في الرولز بتاعتنا ان احنا ما بنلعبش بعنف خالص. متفقين؟ ما بنلعبش بعنف. ما بنزقش، ما بنضربش، ما بنخسرش فنقوم عاملين كده، يعني الحاجات دي بقى بتعملوا الحاجات دي؟ لا. شكلكم جمال. غلابه. طب انا هصدق. وانتوا بيعملوا؟ لا ماما ايه؟ بيعملوا. انت بتعملش؟ لا في الكوره بس. لما مفيش كوره، وان شاء الله حتى في الكوره نبطلك الموضوع ده، اوكي؟ ماشي. هنلعب بقى وتعالوا على طول نتعرف على بعض اكتر ونشوف انتوا عارفين بعض كويس قوي في البيت بتاعكم ولا لا، وربنا يستر. ربنا يستر. استاذ اسامه. ايوه. ايه البست فريند، يعني اكتر واحد صديق للاستاذ مالك اسمه ايه؟ مالك؟ ما تبصلوش يا مالك. تغش يا استاذ اسامه من اولها. ياسين. ياسين يا مالك؟ لا ماما عارف. يعقوب. يعقوب ماشي، ماما اللي عارف. برافو ماما. ماما. طيب استاذ هاني، ايه اكتر لعبه تايم بيحب يلعبها؟ جيمز ولا عادي؟ جيمز. جيمز بابجي. ليه كده يا استاذ؟ فورشور بابجي. سايبه؟ سايبه ده يعني عملنا معاه كل حاجه وهو بابجي. لا يا استاذ هاني والله مش هينفع يا تيم، مش هينفع والله. ماشي نتكلم في الموضوع ده في البريك. اوكي ايه اكتر حاجه تايم بيتخانق معاكي عليها؟
اكتر حاجه انه عايز الموبايل بجد صح؟ أوه. اكيد كلنا انا نفسي بقول انا مش قاعده معاكي دي اكتر خلاف. ايه اكتر صفه بتميز حلا بين صحابها وبيحبوها عشانها؟ إيه عندها شخصيه قويه. طب بجد؟ صحابك انت مسيطره. شخصيتي مسيطره لوحدها. اوكي طيب قول لي ايه اكتر حاجه بابا بيتخانق فيها مع صحابه؟ ان هم مش بيخلوهم لو امهم مش بيخلوهم هو يكسب. يكسب في ايه؟ في كل الالعاب. بابا؟ بابا بيلعب ايه؟ بيلعب ايه مع صحابه؟ فيفا. فيفا ده احنا هنجو. وبتتخانق مع صحابك على فيفا عشان عمري ما كسبت. ما شاء الله عشان عمرك ما ان شاء الله النهارده تحاول تكسب باذن الله. اوكي ايه اكتر صفه انت طالع شبه ماما فيها؟ ماما؟ ايه انا وانت زي بعض في ايه يعني؟ انت شبهها في ايه؟ صغيرين. هنسكيب الاجابه. بقول صفه دي دي صفه دي بتبقى حاجه في الشخصيه انما قصيرين دي حاجه في الشكل. بنقول لك اتبخ. يا سلام حاجه جميله جدا قمه التقدير الايجابي الحقيقه. اوكي طيب تيمو قول لي ايه اكتر حاجه ماما دايما بتقول لك تبعد عنها واصحابك؟ ما اضربش مع اصحابي. حذر من قبل اضربوا بعض. جامد قوي. اضربوا بعض جامد قوي. اوكي طب وانت بتعمل ايه بقى؟ بتدافع عن نفسك. برافو ماما. اوكي اخر سؤال بقى للاستاذه حلا قولي لي مين اكتر حد بابا بيكلمه في التليفون بالساعات؟ مدرسه. يعني تمام تحيل مديرته الحقيقه. الشغل يعني اعمل ايه يعني؟ صحيح بابا يعني بيعمل ايه يعني؟ الشغل احنا عارفين هو الشغل طبعا صح؟ لا شغل. طب الحمد لله ماشي. اوكي طيب تعالوا بقى على طول نسخن كده واحنا واقفين ونخش على اول حاجه واول تشالنج وهي الاسئله ونعرف معلوماتكم العامه ومذاكرتكم عامله ايه. اوكي عندنا ثلاث مراحل، انا مين او انا ايه، وعندنا صح وغلط، وعندنا اختيارات. انا مين الاسره كلها بتجاوب الاسرع، صح وغلط الاطفال والاختيارات الاطفال بس، وعندكم الوسائل المساعده اللي انا قلت لسه قايلها لكم. اوكي جاهزين؟ ولا ايه؟ ماشي طب يلا بينا. انا مين السؤال للاسره دي، زعيم مصري صاحب مقوله لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا. مصطفى كامل. برافو. السؤال للاسره دي، قائد ثورة 1919. سعد زغلول. بس انتوا ما خدتوهاش في ال ايه، دي سهلة قوي. ساكتين ليه؟ لا مفيش تاريخ؟ ماشي اوكي. السؤال الأسرة دي، أنا تمثال الحرية، أين موقعي؟ نيويورك. فين؟ نيويورك. أمريكا. برافو نيويورك. ماشي. السؤال الأسرة دي، أنا برج إيفل، أين موقعي؟ فرنسا. باريس. برافو يا ولد. ماشي. السؤال الأسرة دي، أنا الحاصل على دوري أبطال إفريقيا 10 مرات. حسام حسن. لا يعني فريق. 10 مرات. فريق إيه؟ الأهلي. ماشي أوكي. السؤال ده سهل. السؤال ده سهل. شكلك مش أهلاوي. عرفت بقى، عرفت ليه قتلت يا عيني. أوكي السؤال للأسرة دي، أنا الفائز بكأس مصر 28 مرة، فريق إيه؟ أكيد الأهلي برضه. لا مش أكيد. الأهلي؟ الزمالك. الزمالك. طيب. الزمالك ولا؟ والله الزمالك. الزمالك؟ معلش عادي بتحصل يعني. مش مصدقين ليه؟ أنتوا أهلاوية؟ عشان كده وأنتوا زملكاوية؟ أهلاوية. أهلاوية. بابا يا حبيبي في الفيفا وفي الكورة يلا.